في المنظومة التربوية. المناظرات التي سبقت سواء المناظرة الوطنية في عهد بن عيسى، سواء المناظرة الوطنية الجهة مؤخرا، سواء المناظرة الوطنية للاتحاد كتاب المغرب، حول كله حول الثقافة، ولا توصية واحدة من التوصيات تم تحقيقها ولا واحدة. إذا بمعنى أنه ولينا تنخافوا على أننا غادي ممكن نصابوا بالياس، ولكن أقول على أنه في العرائش كمدينة اللي لها واحد التاريخ وإقليم بكامله، إلى بغينا نربطوا الثقافة في السياق الحقيقي وفي الاستراتيجية المقبلة الثقافية، فإذا يجب أن نرمم ذاكرتنا المدرسية أولا، ذاكرتنا التعليمية. في العرائش كاين مؤسسات تعليمية تحف الآن تتعرض للخراب، تحف قرأوا فيها الناس. عندك مدرسة الإمام مالك الثانوية الإعدادية الإمام مالك تحفة، يجب أن ترمم. طريق بن زياد ماشي تحفة، هذيك تحفة حقيقية يجب أن ترمم ولا تاريخ. المعتمد بن عباد التي درس فيها الكاتب شكري تحفة كبيرة يجب أن يعاد لها الاعتبار. مدرسة لالا منانا أيضا مولاي عبد السلام بن خلدون في قصر تم ترميمها، وهي الآن مدرسة في زعما تستحق أن نقول لنا مدرسة. إذا ثم انه الكتاب جهه، كتاب وشعراء وديال الجهه يجب ان تدمج نصوصهم في المنهاج الدراسي. راعينا من الشرق، راعينا من الكتاب الشرق في المنهاج الدراسي ديالنا، وهذه هي الهويه ديالنا، هذه هي الهويه. لا بغينا نقلبوا على الهويه ديال بصح، الا كنا تنتكلموا على الهويه نمشي في سياقها القاتل، حنا تنتكلموا على الهويه المتحركه والمتعدده والمتنوعه. خصنا الا بغيتي مواطن تيعرف الجهه، تيعرف تاريخ الجهه ديالو، وتيعرف الفضاء اللي تنتمي ليلو، خصو يعرف الكتاب ديالو والمثقفين ديالو والتاريخ ديالو والمعمار، المعمار يحافظ عليه. ثم الجامعه، عندنا جامعه عبد الملك السعدي هي الجامعه اللي عندنا في الجهه، يجب توجيه الطلاب والطالبات في بحوثهم على الجهه، على الجهه، البحوث تكون على الجهه، على التاريخ ديال الجهه، على الجغرافيا ديال الجهه، سواء في جميع المجالات، وبذلك سنحصل على كل ما يمكن ان نحصل عليه لتحصين هذه الذاكرة ولتحصين الثقافة في الجهة في تعددها وفي تنوعها. وشكرا لكم. ثم أشير إلى مسألة أساسية، بما أن مدينة العرائش هي بعدها الأساسي مدينة لا يمكن أن تكون لها سياحة أخرى إلا السياحة الثقافية. الإقامات الفنية بمدينة العرائش بناء على تيمات متنوعة في الحقيقة خصها تكون في مدينة العرائش. شكرا.